عندي وطن ظليت بس مشتاق لك وبيا مكان الما قدر يوصل حرموني منك الماء. هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم سامونيسكي. اليوم راح نطلع سفره ونروح على طاهر. وياي طبعا ماهر. هلا هلا واد حبيبي، شلونك ماهر؟ جاك تقول الحر ماهر وكرار. هلا وكرار حبيبي الغالي، شلونكم؟ طبعا انا فاضل بعد ما جاي ومصطفى منتظريهم، بس يجون راح نتحرك نروح لطاهر الخزرجي ابو خشم الكبير. يلا منا وراح يدوم. طبعا اخيرا هذا فاضل اجى. هلا فاضل، شنو هاي اللحيه؟ ومصطفى اللي ضرب دبوري. مرحبا وتحياتي للجميع وتحياتي لمشاهديكم ومتابعيكم، اتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله ورمضان كريم عليكم. انا لا يوفق اللي تابع والله. على واحد على واحد على واحد، يعني انت هاي الكديشه اللي سويتها على مود تغطى على التاخير. احاول جمال الشخص نفسه، لا بس وصلنا السيطرة، وصلنا السيطرة اخويا. فانت يعني هنا طلعت دم يعني لانهم زينين، هذا طالع ملفت للنظر، فعلى مود انت تدور هذا اللي فاته اللي فاته خذ بالك احد يقول لك اللي فاته هاي مصدرها لفته. حاليا وصلنا لمفرق طويريج وطالعين على طويريج. الصدق صح بعيد بعيد. وات بطوط دخلت بطوط بحاجة بشر بحاجة بشر ولا توصل لنا. لا مون انت انا مون عيسى خالك بيطار. انا ما ضايق. فعل قبل الفاعل، المفعول به خليته المفعول به خي ولا هذا مو خوش مو خوش المفعول به هذا خارج قوس. اهم شيء الفاعل والفعل. لا مو هو الفعل اذا موجود يؤدي الى وين يؤدي؟ يؤدي الى مصائب الفعل. نعم بس اذا اكو فعل وماكو فاعل الفعل ما راح يشتغل، هذا راح يصير مبني للمجهول بصراحه. مبني للمجهول بس اذا شوف اذا اجى الفعل والفاعل يحتاجون مفعول به. اهم شيء المفعول به، اذا ماكو مفعول به الفعل والفاعل بالطقاق. فاحنا شو نسوي؟ المفعول به لازم يكون عندهم. اهم شيء المفعول به. لا المفعول به شوف هي قواعد. اذا اكو فعل لازم اكو فاعل. بس مو شرط المفعول به. نائب فاعل. لا هذا يعتمد على نائب فاعل شيء عظيم. والله العظيم ايش بيه باللغه العربيه ماكو احد يفعل وجه نائب مالته. النائب مالته هو المفعول به يجي مكانه. والله العظيم شنو المفعول؟ لا
لازم اخوي فيه منافع. اخوي الصايم اخوي الصايم اخوي الصايم هذا مش هذا مشكوك بامره، هذا مو صايم، انت صايم متاكد؟ منو صايم الحمد لله والشكر. شاشين اذا هاي الالفاظ ما قلت شي انا، ما قلت شي، هاي بدل بالكلمات انا قلت. ها بدل بالكلمات؟ اي بدلوا الكلمات. رايحين الطهر يعني صحيح صحيح يوجد يوجد سواء الولد زين باللغه العربيه اكو ابداليه صحيح ابداليه؟ اي نعم. اخيرا وصلنا لطويغيج. عندي وطن ظليت بس مشتاق لك وبيا مكان الما قدر يوصل حرموني منك الماء. الله شوف نار دجله بابا بابا والفرات هذا دجله وراني هذه شوف اني هذه النسمات الهواء ماكو هيجت مشاعر الوطنيه بداخلي صراحه الله فاشعر بالوطنيه حاليا وهذه الاجواء سعيده اتمناها لكل الناس اجواء محبه ولما اخويه في شهر رمضان الكريم 6 ونص هنا ظلمه بابا عيب الجسمه الرسميه ليش انت عفطيه؟ عفطيه الرسميه وخليك عفطيه الله هاي شوف هاي هاي العالم 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 الحلوه مو المصخمه الله خلطه مكرره لا مو انا شلونك؟ هذا مسلم هذا مسلم شلونك؟ الحمد لله الحمد لله تاكدت وتاكدت وصلنا لابو خشين شلونك ابو خشن؟ هاي هاي هذا ابن ولادي ابن جلول هلا يا عمي يعني انت ما في اليوم لا ولادي مو في البيت ال انت ذيك الباحث ذيك الماء شني؟ قطشت منها هي الله صور بشوف شعر اليوم شلون الماء صور وين ماهر بس عمي شنو كاسرنا اليوم طاهر اني؟ من زمان ضارب بس وصلنا يوم طاهر ولابس مال الحكم المصارعة لميت البارح كنت نام قبل يجي عد عليه ها قبل واحد اثنين ثلاثة بوم وهي جزاوا لك واه هاي عود من نفوس هاي جبت الكاميرا وياي صغرتي بها الساعة تبرد طب نسوقها من الصغر لا مو هيك يا عمي لا لا ولاتي هناك لا عرفت مو انا يعني ما اخذ خاوة على الجميع ما اخذ خاوة على الجميع يعني ليش باستخدام مسنودين اي يلا سمعتوا سمعتوا جماعة الجدول الغربي اسكت اسكت بس خلنا فهمك جماعة الجدول الغربي صدق هذا ما اخذ خاوة عليكم بس خلنا فهمك بس خلنا فهمك بس خلنا فهمك السلام عليكم بس خلنا فهمك مدموجة ها شايف المدموجة بس خلنا فهمك اي بس خلنا فهمك ها من ما اخذ خاوة عليهم ها ويجي يسوي يعني حركات طالعة نازلة فبعد ما ياخذوا من عند موقف ايه يلا فاهم النوب يشوفوني انا فاهم ما بسولف لي على الوردي يا وردي مو وياك ما بسولف لي على الوردي تعال نطلع منه تعال نطلع منه رماني هو رماني وردي فاتح هذا وصلنا للسوق راح نسوي ايش ناخذ ايش ناخذ هذا طرش ضيم طرش ضيم مو ما شرطه ما شرطه الشرطه اسوي ايش ناخذ طرشي اي شوف زين نحضر المقبلات قبل الاكله الرئيسيه اي طبعا السلام عليكم السلام عليكم شلونك حجي تاكل خوش طرش انا حبوب وانا صار من يذوق
سوقنا وطبينا، شفته كل احنا على السوق، زحلقت الكل كلهم رجعتهم وبقينا انا ومصطفى. هو انت زحلقت الكل وزحلقت هواي انت من جيبك يعني بدوه. ودينا رجعت طاهر وفاضل وكرار وكلهم، وكان بس انا مصطفى جاي ندور على دجاج، والا دجاج على الفحم. فقالوا لنا اللي قدام مو رايحين نشوف بلكي الله نلقي. امير هذا، امير هذا الديمو مالته هذا اللي رايحين نلعب كريكت. بس هاي كريكت بالهواء مو بال شو اسمه. امير انا هسه شو تليفوني، تليفونك يوقع من ايدي، شو يصير؟ شوف شلون لازمه صديق. امير تضايق هسه ولا فرحان؟ فاضل 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 شلون شو يسوي فاضل؟ فاضل والله هو الصيام صحه عطش وجوع. السلام عليكم شباب. هلا عاشت دنياكم شنياي. خبزات جبيت اموري شباب. شباب دورنا خبز ما لقينا. هذا خبز ركن. اي انت تروح تجيب. كلش مهم. لا تفرقون. ليش؟ اسمع. يعني زعلهن؟ زعل النار حتى تستوعب الزعل. آه. بعدين هاي بعدين من؟ لا لا لا. طاهر وين؟ يعني كلش بسيطة. طاهر وين؟ طاهر. طاهر. هاي ما راح يوصل. بعد بعد صدق عود؟ سلام عليك. هلا ماهر. ها؟ زين زين هو واحد يشعل هيك شيء ما؟ مارق ما يوجد شنو ما يوجد لعد شلون؟ حاليا قرب وقت الفطور والجماعة جاي يشتغلون كلهم. علي وياكم شباب. ايه انا غير ال شو اسمه الشيف مالتكم. ايه البوس. اعزائي المشاهدين وز ماي بيجن قوم بس ازون نايم. يعني الحلقة اليوم اقول لك شنو طبت بشعرك؟ بقاية مدري جريدي. بقاية بق بس ايش بقاية؟ انت واحدة تترمى واحدة بحلقك. ربك وشكرا انا مو على القناة. ليش ما قعدنا؟ ليش ما قعدنا هناك؟ ليش؟ ها شوف القعدة هناك شلون صارت. خلي استوى عادي. منور حسوني. حلوة روح شوي. طفية يشتح الا وياي. بابا لا عادي عادي. جلدي ماهر عمي موتك مو لحم بايم بخين الكعبة. ماهر رحت أدان أدان مو طارش طاهر. طبعاً هسه راح نقطع على ما نكمل شغلنا. ها طاهر دي على ما نكمل شغلنا ونجي وقت الفطور ونبدأ نكمل تصوير ونعلي علي. طبعا خلص الاذان وكمل واحنا بعدنا لسه. والله العظيم العالم راح، العالم راح السحر واحنا بعدنا لحد الان ما فاطرين. شنو خلص الاذان؟ نص ضوال باني انا الصبح حبيب قلبي. نعاسه حنان طبعا كمل كل شيء بس منتظرين شو اسمه منتظرين الطماطم. شنو ها منتظريك والله منتظريك. يلا على مود الطماطم. هاي مصطفى تعال قاعدك المد استوينجي بس وحدتي. لا ما استوي مو هي يعني تقف قفلت الا تشي شو الطماطم. قفل على الطماطم مصطفى ضعيف الطماطم كتلهم الجوع قضي عم صايم خلي ياكل عم صايم. يلا يلا هدا 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 استوك وش الخبزة؟ والله لا مو كبيرنا. طاهر انت تقرا الدعاء. يلا يلا اقرا الدعاء يا معود.
ما عارف والله. يلا اللهم لك يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل تفضل يلا. ما كملنا قبلناها دبنا زينه. بقت مسلم بقت بس الصوف ما حد يرضى يلمها. حسوني ها حسين يلا عاشت ايدك لم 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 عافيه عاشت ايدك كفو حبيبي هو وياه وياه يلا يا ويا خطيه لا لا حيوان طاهر يده. ماهر مرتاح؟ والله مرتاح كلش مستانس الله ليش يبعد؟ لا تلت حتى ما يمازل الفطور ليش؟ انت وين لقيت هاي كلاد؟ غير ان الفطور لسه تاكل؟ والله الشط يا الشط من الشط بالساعة الشط قليل آه طاهر طاهر We are going قاعد روح والله لا بعد وقت انا اسوي باي باي بعدها ما فطرنا ما الباكر هاي شو حسوني ويكي ودي الشرف كرار هاي كان طاطوي شرفت لي حبيبي اليوم كلش تونست وياكم اجواء حلوه يلا استمتعت وتعرفت وجو طيبه وياكم هو ما بيجي شبعنا من الدجاج مسلم ما بتكى اقول لاشتيك اوقف عرفت على هذا وجه الطيب ماهر انسان راقي وخلوق فاضي قلبه طيب وراقي بعد منو التركي ان شاء الله تروح يا تركي كافي يا معوض تتلع زايد تتلع ايش ما يصير ها يلا ليه ما تعرفت مصطفى انا ساكن تعرفت لا انت شبر راح افش لك مره طاهر رحت لي لبصر والله ماشي والله راضي به هنا والله ما راح لبصر طبعا شباب هنا وصلنا للنهايه بعد ما نقدر اكثر الوقت اخذنا وداهمنا وكانت سفرة ممتعة طبعا طبعا احنا شفنا كاظم الساهر اليوم احنا الشباب كلهم هنا اهلا وسهلا والله اهلا وسهلا حياهم الله وشرفنا بيهم عين غطا عين ما قصروا والله بس اللي بده هذا شرف اي والله لا خصوصا هنا عندك الزلمه كل ما يصبوه خلاص انا هذا ما شبعت لبن ابد ما شبع كل ما يصبوه انا اشوفه مي ماكو يلا شباب باي باي يلا باي باي